سيد مرحبا بك مرحبا بك سيد هالنهار بارك الله انت المسك نهار ندوز عليك ايه يا وليدي يا ولد المفاجأة الغزالة جابت لنا الجديد الصحة والراحة ماشي خسارة فيك مسكين يا ربي يا مسكين مسح لنا عزابك تشوفوا بناي سمنا الولد من حيدوها تبارك الله لا سمين عافية الغداء الغداء لا انا فرحان ديالي الوالدة خاي ولاده خاي ولادو خاطي عمي عمي زرقة هدية الله يزرقة شنو بالك عمي عمي بسم الله ايوا انت نشوف حالك والله الصحة والله هذا هو احسن نهار سبحان الله والله الله يربع الله يربع غفسينا لهم جور جور دين تيسر دين تيسر زيدوا شي 400 ها 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 هذا الجلي ورخي خاص مخير للشو العظم لا باش نقص نجيكم الشبار يا ربي هذا باش نقص نجيكم الشبار هذا يجي خير واعي قال شي انت عاشوا الكبده والدوره وغدا نقول في الفرن والله الحمص عندي منفه علاش ديالو بالكبده ولا وزنو شحال هاوي بول فيك وزنو شحال بصح لا كيف يا انت دابا ربي دمع دابا انا غندخل نجيب لكم دقيقه عاش الطفل لا باش الكبده بابا تعاشوا عليها يا والدوره ايوا غدا ان شاء الله هو نضربو في الفرن يا راني نقلب الزيت الصباح زي ولا غدا لا زين لا تجيو في الصباح خلي خلي بتبقى هادي ونصرف بها حاجه كوزلي انتما كما كتشوفوا بعد السلام عليكم كنتم نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير عمتي مسكينه الله يعطيها الخير طورت علينا مسكينه وخالتنا تجمعنا كاملين وجابت جدي رباته وكبراته باش نذبحوا ان شاء الله عندها شي حاجه كبيره عندها شي حاجه كبيره على يمه وبابها دارت المفاجاه الوالده والوالد المرضيه السلام عليكم اخوتي كيف انتم لاباس عليكم بخير صحه لاباس هاني نتمنى الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير حيتنا الجديد في الوطن وخرج الوطن اليوم اختي فاطمه جابت واحد جديد صغيره الوالد والوالده بامنا محضر معنا هنا بالفرحه ديالها مسكينه قالت لي اخي انا عندي واحد جديد قلت لها بلا ما تجيبوا حنا نجيبوا من السوق قالت لي لا انا غنجيب الجي ديالي غنجيبوا انت ما تجيب والو اختي اللي حضر هو هذا حنا كاملين خوت الحمد لله انتم مسكينه كما كتشوفوها هو باش نذبحوه ان شاء الله الزرده ان شاء الله الوالد والوالده الله يشافيه راه مدل معنا الجهاد اليومين هنا وربحوا مزيان لا مضجيج ولا مصطاع ولا بزاف الحوايج تهلا في الوالدين ديالكم اخوتي الله يسمح لنا بالوالدين حنا بيدنا غلطنا ولكن تراجعنا وطلبنا منهم السماحه وهذه المهم احسن حاجه هو الانسان يتوب ويشوف الاخطاء ديالو اللي يعترف اللي ارتكب الاخطاء ديالو مع والديه او مع الاقارب او مع اصحابه هذه ويعتذر راه الاعتذار ماشي من الرجال ماشي عيب هادشي اللي كاين المشكله هو اننا الى كنا ظالمين نزيدو نتكبروا ونكونوا انانيين ونقولوا باللي احنا عندنا الحق ديالنا وما نعتذروش الاعتذار راه بالعكس الانسان كيعبر على الرجوله ديالو وتبارك الله عليكم اخوتي تبعوا معنا هذا الفيديو ويحمي الله تعالى وبارك الله عملته صافي دابا غنزيد بان نعملوا الزرده للوالده والوالد عمي عبد السلام دابا تشوف سبحان الله عجبت قرب 400 من جمعه حسب جع واعي شوف بحال نواره شوف تبارك الله الوالد الوالد يطول عمره قول له الوالد كيف انتم ولادي لاباس بخير كيف انتم ولادي لاباس عليكم بخير الله تعالى وتبارك يعاونكم الله تعالى وتبارك يحفظكم ويحفظ الاولاد ديالكم الله تعالى وتبارك يرحم الوالدين ديالكم وديالنا وجميع المسلمين واللي ما عندوش الذريه الله تعالى وتبارك يرزقها له الله تعالى وتبارك يفسخ حزامه للذريه ان شاء الله الله تعالى وتبارك يلحقنا بالوالدين مسلمين محسنين تائبين طائعين لله رب العالمين الله تعالى وتبارك يلحقكم بالغلاد اولادكم
لكم، الله تعالى وتبارك لحقكم بالغلة أولادكم، الله يفرحكم، الله تعالى وتبارك يفرحكم في الدنيا والآخرة. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والوالد الحمد لله افتح معنا هنا يا بيع مخير هذا اليوم. اللهم لك الحمد، الحمد لله نحمده ونشكره. لا راح كما جم هذه جم حليل أصفر دابا أصبح منور الحمد لله مرتاح. الحمد لله الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم أولاد الله تعالى وتبارك. أجي ويصفقكم على واحد السبعة يساعدهم من هنايا. الله تعالى وتبارك يحفظكم، الله وتبارك ينجيكم، والله تعالى وتبارك يحفظكم، الله ينجيكم. عاودوا هبا عاودوا هي فيديو بديك ساعتك ايوا ايوا ولكن جيتي معوضتك اه واخا الله يفرحكم بالدنيا اخيرا يا بسم الله خليكم معنا دابا انت معنا جي امروا البارك اللهم بارك ماشي ميكا يا هاي 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 باش الدم كامل عرفتي الحل ديالو شني سخونه طايب طايب مسكين خلي شي راجا جوج كيلومتر الطريق المطر باقي صغير مسكين شحال حتى الطريق صافي تا غادي هذيك الزبده الزبده ايوا هذا اه وهي قالت لي مسكينة كبد دم حوتي ما قلنا جون زعما تقادو كاملين قلت لها عمي وخالتي ما يهودوش تما آه نعم نعم مش مشكل عندي شي رتابه صح جرو جرو انا راه حسين باش يجي تبعي على كان شي عندنا بنجيبوا المتالي هنا انا دخلت زين لا 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 عبلت يا مقش اللي عندك ابا دابا حنايا قوزنا عليه دابا كنسلخوه دابا راه المغرب الدنيس ولكن ضاع عنا لا برا كما كتعرفوا موجود الحمد لله ولا ساعة صابنوها خصها لا باش يحسب الصلاة وصافي ولا بس عايزو منك عندي أنا عيمة جديدة يا أختي دابا بديتي بخير مرحبا بك خوك تجوع للناس مرحبا بك أودي يا نعيمة راك عارفة اللي كاين مرحبا بك عند القلب الكبير راك عارفه اللي كاين ودي انا عيمه مهضر مع المشاهدين توحش ابنتي در عندها مع هضر مع المشاهدين حوار من يسولوا نعيمه فين نعيمه صح نعيمه السلام عليكم اخوتي المشاهدين كيف قايلين لاباس عليكم بخير على خير كلشي مزيان الحمد مزيانه بعثوني دابا على بالله الذهب عند اختي الوصال اخي علي مرحبا بك انا وصلت هنايا اللي دار ما جاتش لاي جات المناسبة هي هذيك تلاقيت عمي الحاج ومرت عمي الحاج جا مسكين رجع شوية دابا الحمد لله هي يعني رجع بخير وعلى خير نبغيوها رجع لاباس عليه إوا جبرنا جينا مع الزردة هي هذي إوا شتي باش تعرف راسك مرضية ذاك الزهر شو شحال ما جيت عنا الساعة اللي جيت عنا جبرت الزردة واقيلا إلا أضرب عليها أكثر منها الله يبارك الله يكبر بك أخي شكرا بزاف الدار الكبيرة والقلب الكبير والله مرحبا بك أنا اللي عارفة اللي كاين أختي نعيمة ما صدق الزي ماشي ماشي واشوف اللي عالم القلب الكبير زعما نجيو عند ويصال الله مرحبا بك ربي عالم فرح بينا وكبر بينا الله يكبر بها وشكرا لخي علي ومحمد خي الله علي يسقسي على علي ويصال يهضر فيهم بالخير اللي عارف كامل وبوها بوج واحد بو اجبر واحد بوها بوج من القاره الصفراء للاصفر بالاصفر اي ضرب العيب يلا وين اللي يدور عنده اي واحد يمشي عنده تسقسيه اقول لك الله عمر راسل عليك الناس اطيب خلق الله الناس ذو الخير دور اللي يدلي عنده ما انا طفشتني يا صاحبي قلت جدينا برا رجع برا هكذا انت حفظ الله
الله عرفت شباب قاي هذه اجي دورمي هي دورمي انا باش تشبر مع عوضه دور حيت هو صاحبي باش تشبرها الجامعه عوضه انت دابا هبطوا الشلطه دابا حسن جدا لا هذا علمه كيقطع علمه اه الدم مابقاش نهائيا فين وصلت اخي القزار وصلنا دابا بقى الضوء بقى على الكبد الدوار شي باقي يتريني الراس يا بسم الله دابا صافي دابا ما علقنا اه جوج دقائق هو مشي قال انا خاصه انا رقاي والله الا بندخل ان شاء الله غدا قسمو غير في النص هذا بيتحمر قسمو غير في النص ندخلو الفرن نحميو الفرن وندخلو في الفرن ان شاء الله يتحمر يا المليح هو يجي دايم هي بيخ 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 قول عمي قول عمي بيخ 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 تشتشتشتش القضية مزوهرة ليه شو لا قليسة أنت القارم جدي كيف جاك القليسة كيف جاك القليسة اللي جالسين وعري يا والله العظيم مالو هذا خالتي كيف جاك القليسة ساقسي مرت عمي جات من المدينة وعمي الحاج ومالك انت ما جلساش معاها مخيرة نقول مخيرة بالحق انا في البلاد دائما زين كيف جاتك الجلسة مع الولاد ومع العائلة ومع الانساب وفي البلاد مع ولادي مع انساب ولادي احسن قول سما يبارك لك عمي هنا يرضى عليك بنت الله العظيم عمي عاوز نقول لك الجلسة مزيان يا وسطك عمتي كيفاش راهو وطرة أبا ما مشاش ما قالش البهاي وما قالش الغلم وجلس بقصر معانا والله لا ولكن انا عارفه لو كما كاش من معنا خالتي وعمي ما كاش بقصر ما سمعش والله يا سبحان الوالدين سبحان الله قلت له يلا شنو خدمت ما عيطنا له نمشي نعمل انا عيد من هيد نمشي نعمل الوالدين وصحبته ما قال يلا يلا دغيا ما تيجي فيلم والله المكتسب ايوا جليسه بخير الحمد لله احنا فرحانين كذا جليسه عندي بصراحه جليسه واه فاطمه عايشه مع الوالدين ديالي الحمد لله اخوتي الفرحه الجديده ديالي الحمد لله ودابا القلسه باش كملت هي عندي مسكينه جابت لنا الجدي عاود الصحه والراحه الله يطيرها كامله يا كسره كامله مكمول فاطمه قلبك كبير جابت لنا الجدي الحمد لله عندهم كاين مالكيه الباب واليمها والعبسام والصافية والعبد الخالق ما شفتيه والبنو والمرأة ديالو كازالي بعد إنساني أنا عاود تطفي الكاميرا الله يرضى عليك المرضية هذا في خطر عبد الخالق الله يرضى عليك المرضية هاي الله يغطيك برضايا المرضيين شكرا فاطمة الصراحة بارك الله الحمد لله تأذيهم خير ولكن فاطمة زيد حبيبك ولا فاطمة تحب المجد أنا وكلا زيد حبيبك كيفاش عويسه اللي خاصه يرجع في المرتبه العام تجي بالجديد تجي بالجديد عويسه هو انا بهما كامل مزيان كامل ولكن انت فاطمه دو حنا الجديد وكيف بان قول المشاهدين اللي خاصه يدير بلاصه العام تي فاطمه تجي بالجديد ويجي شي دراري دابا شوف دابا هذه دابا فاطمه كتشريها الوصال مع احسان ومع ناجات ومع عزيزه ومع حبيبه باش تقول لهم دابا انتم كتقولوا دابا انت كتقول فاطمه زاد حبيبتي علينا اذا انت كتفضل فاطمه علينا فاطمه كتشري لك دابا الصداع مع كل شيء عندهم المرتبة ديالو كل شيء عندهم المرتبة ديالو دابا دابا غيشوف الفيديو غيعيطوا لك لا كل شيء بنتي على حقيقتك دابا إذا فاطمة عندك فضلة علي غيعيطوا لك الواجد يقول لك أشي عندنا وندوحوا لك هنا بيقولوا لك خاصك على الجديد نجيبه وبلاتي دابا أنا نهار الأصبح ما كنتش بجبر فاطمة هيا قريبة عليك عزيزة عليك لا هذيك الشيء الله يرضى عليك
يدنا الخبز حتى ليدي انا ما نعجنش عجلي عا فاطمه نجيب الخبز بارك الله فوقاش مالك اصابع الخبز بلاتي وسير لي عند فاطمه ولا عند شي وحده فيما عند جو عزيزه وقول لها تجيب لي واحد جدي وذبحو قالت ما تجيبوش تجيبو والله تجيبو كو عندي هذيك الفلوس سير لي عند محمد من يتزوج والمره ديالو قول له جيب واحد جدي وذبحو قالت ودابا علاش تنجوج ديك الساعه اختي دابا بارك الله قتلني شي بالبروتوكول قال دابا ما تزوجيه انت قبل ما دام انت خشيت والله الا تقبل شوف حبابك هي انت قبل لا خصك على الجديد نجيبو ولا خصك على الجديد وانت هي انت نعرفها اذا قلت البقره طيحه هو نطلبها في الجديد وراي شو صغيوه هو المجموعه هي كل شيء ولا كل شيء واللي جاب شي حاجه يا الله اسمعي اسمعوا نعيمه الخير تبارك الله شو اجد الكرام الناس بوساطة والخير موجود تبارك الله بوساطة تبارك الله اللهم الله الحمد لله يجمعنا في الخير يا ربي يا ربي امين يا وتحية الجديد الصحة والسلامة تحية العم الجديد الله يرحمه ويسكنه ويوسع عليه في النار مزيانة كاين لحم بزاف نقطعوها ونقوها طيب اوكي اش حيمة تبارك الله ما تمشي لا علاش هاك قيامة هاي ايما جنبها عمرها خير وطلقت المصر ما علاش حيمه عندي ايه هذا هذا الزين بسم الله لا اسمي شنو كنا في عند واد علاش حنا عنده كيجيب لنا معاه شوف الناس يعرفوا الدوار شوف الدوار ما يزكي شي معايا هذا شاف الدوارة هذه هي سبب عمر وراه ما يزكليش حمراء بزاف فاطمه عندك اختي موكل بزاف واو 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 اختي اجي اجي انت عرف له الدوار قوس قوي صلى خويا شي تاع راه خويا برا باش ما تمل لك الصال ديال الزبال ارى 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 لي ارى ارى لي نعم بالحق كان واكل اخي كي واقيل في البلوطه البلوطه مدردر وش طايح لها وكل شيء قال علاش كاين البلو قايل قايل كامل عند حدا الدار كياكل البلوط شي كاين تما البلوط كلاه له هكا فاطمه عطيها هذيك ابراهيم انا نخبط لك انا هذه نتا نسيت وين؟ طردقوا الراس. طردقوا. رقاقي ماشي ستيتون رقاقي. وبغي يتعلمك مع بالي. اصحاب لك هو كلشي خلاقه من هذا المعلم. مسير نهاريه لا والو نسيت وين؟ كيفاش؟ نديرو القفي خدام نقول عبد العالي سوق خاوي ما يعرفش ما يعرف ليش تخلي يذبح ما يعرف هذه هذه مده ما بقى ما باقي ما تعلمش والله يجي من دي اطونسي رد البال مني ها توصلت للوحه فين والله لا غسلناها مع القشع ما عملتو الكبده ياك عملنا الكبده غسلنا كل شيء خلق الله صراحه الله يعمر راسها له اكثر من هالشيء هذا الله يرحم والديك تا حاجه ما تساوي هاي الكرسي بالله ترى لي كرسي هذا بحال زاج ولكن البلاصي فين عاد عمله هنايا رافيل فوق لا صل عليك الله يصلي مفتوح تاع الصحاب شي بقى يدخلونا الضوء من تما فكره ممتازه هاك انا شي نشدوك ممتاز ها ممتاز ابقى وحده هنايا هذه الكبيره عاوتاني دايره تما ما بقاش يدخل الشتاء ياه باش عاد للسقام بسين يكون هذه السقام هذه عاد الدويده ها هذه عاد الدويده
هذيك بن عمر الموقع نعم فيه أه؟ والله الا الوين وحي في الزرع رجلي من تيتوان واش ما قلتش للدا انا نقصد انا انا جدالي وعياد عليا قاطع شيء ما عرفتش هذا اسحب لي قوس الدار هذه ما قلت لك هي من الزرع هذه يا خي تبيع الباكيه كامله ولا تبيع بالوحده ها شي واحد هذا كيجي بكل شيء في العواصر سيمون هذا جابيل لا ماشي جابيل هذا المعطر ديال الحوايج لا بدوره قام كمشي والله لا طلقه شكرا محمد شوفوا هنا تعال وصل خير موجود هنا نسي بارك الله ما ينس العصر موجود عندك هنا سيمون هذا بشكر الله ويصور دابا اصلا كنت نقول لك جوا مناضة اخي من جات الكرتونه شنو هذه يا نسي في هذا هذا الكيسان كيسان الدجاج دجاج جابتنا فاطمه واحد جديد يلاه قوزنا عليه جلست مع العشاوي وجد الدواء الحمص هاي واش لا المراه السنين قالت 30 قالت لك 30 اجي تا انا السنين هي وبابا انا مستحيل المراه اه يا انا لا درجه زعما كنت بان لك صح لا بيا عجبك ما وجهي درك حنا نسى في الطرف ولا لا بيا انا فينا بسم الله يلا بسم الله سير على الله زعما اه المغرفه خرابه ذاك الربا ديك الساعه نصير المرقه معليش ما عليكش كل شيء هاك الا اعمل جيت وطبي صلاه وي انا تشوفوا هذه واش باقا ما طابت ما شاء الله ما شاء الله عليكم ربي يحفظكم كلكم الله يعطيكم الصحة والله المريقة الجو فيها المريقة الصراحة خطيرة صافي هذيك توصل بالخلوها العيال و ورغوف الدوارة لا ما رغوف الدوارة فينا بنغلق كبير كبير يا وليدي يا يلا انا بندير نحط لهم هذا عقد الدوارة بسم الله ها كبيرة ايه يا مجلس النواب يا هذا زايد على مجلس النواب بسم الله لا 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 مجلس النواب نعسو انتم ما تنعسوش انتم ما قوفيقي هذا مجلس الاحباب ما تنعس مجلس النواب ينعسو هذاك مجلس النواب هذا مجلس النواب ما يدي من نعاس هذا مجلس الاحباب والعائله الزينه دابا دوقوا ردوا عليا الخبر انا طيب تقلي دوقوا ردوا الخبر احسن ليله والله العظيم انا فرحان بالعائله من الجموع عندي وكبروا بيا الله يكبر بهم الله الى احسن امسيه وان شاء الله بكل غدا واعر بيج محمد خايم الخيفه فاطمه عوال ان شاء الله ونجمعوا الجمعه عاوز المختار واولاد كاملين انا نقول لك غدا لك تجي الغدا نيشان والغدا الكبير غدا ان شاء الله عايزين نجمعوا عند ثاني ان شاء الله القضيه فيها الجري محمر محمر جمع ان شاء الله يا ربي يلا بسم الله جيت لك تقلية واعرة واش اختي فاطمة طيباتها؟ اه شنو صار؟ بيبي اختي والله الله يعطيك الصحة قالت يا اختي جبت لنا الجدي وطيبته وحطيته بزاف شكرا يا اختي الله يعطيك الخير نشوف عمي نشوف حيثة في العطلة دائما جيب لنا الجدي شوف لا مع تغداو معانا وبحال دابا نمشيو بحالكم اييه غدا ان شاء الله باش ما تبقاش من فيلم على لا والو خلي المسائل ديالهم واجد ارتاح مع راسك الغدا ان شاء الله دابا نسيب ماشيين ما بغاوش يبقاو يباتوا معنا قال لي ضروري غنمشيو لان الصباح كيعطوا لك السيب ديال معاود ياكل وهذا وغدا باش يرجعوا يتغداو معنا ان شاء الله 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 الله يعليكم سلامة على خير سلامة 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 خمسين أصبح بخير يعدكم الوالدين يعدكم الوالدين الله يرحم 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 الوالدين
واحدة هي واحدة والله لفلت بالله. يا خالتي صافية مشي انت ما شنت يدك. ساعة من واحدة. انت لا درا الكرواسون بدك من هذه. والله العظيم بمشي منغمة مع راسي. انا وصلت درتك وقيفة. انت تقوم تروح للسبيطار. شنو هذاك الزين؟ البلدية عاوتاني تبارك الله. هذه الحايلة الحايلة. الكولور ديالها باين واش على الكولور واخا حايله حلوه صاحبي وي وحنا الحايله ديالنا بحال جديده هذه الحايله ولكن الزيت الحايله نسيت باقا بحال جديده ديالنا حنايا حلوه حلوه بحال عاد طحنتها حتى هذه ما عندناش ترقى شوفوا شوفوا على خضوريه فيها تقول يلاه طحنتها سبحان الله الزيت ديالنا الزيت ديالنا سبحان الله بقى فيها الكولور والزيت شوف انا نشوف عام مقرر مع زيت الوزانيه زيت الوزانيه الصفار ديالنا تبقى خضراء هي كلهم بوحده ولكن جوده ممتازه سلامة